المهم راه ندرس واحد المحاولة حتى اللي ريونيون دونك لا باقي راه كيتسجل. الو، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية تربوية للجميع، شكر موصول لجميع الحاضرين لهذه الأرضية يعني التي عنوانها قراءة في قانون الإطار. يعني اخترت هذا الموضوع بناء على طلب مجموعة من الإخوان والأخوات، وكان هذا الاختيار في الحقيقة يعني صائبا نظرا للراهنية التي يتمتع بها هذا الموضوع، وأتمنى أن أكون عند حسن يعني انتظاراتكم. إذن كما تعلمون إذن بالنسبة للمحاور التي سنتناولها خلال هذا العرض هي كرونولوجيا الإصلاح بالمغرب، مراحل وسياق إعداد قانون الإطار، بنية قانون الإطار، قراءة في أبواب ومواد قانون الإطار، ثم مناقشة، والتي ستكون بطبيعة الحال يعني عبارة عن تفاعل مع يعني ما جاء في العرض. وكما تعلمون فهذا القانون له يعني لغة تقريرية لا تقبل التأويل. إذن شهد يعني بالنسبة لكرونولوجيا الإصلاح، لابد أن نذكر بهذه الكرونولوجيا والتي يعني من خلالها سنعرف لماذا اللجوء إلى هكذا قوانين. إذن شهدت المنظومة التربوية إصلاحات منذ الاستقلال، نذكر منها وبشكل سريع: المخطط الخماسي 1960 1964، المناظرة الأولى لسنة 1964 مرورا بإصلاح 1966، ثم مناظرة إفران 1968 مرورا بإصلاح 1983 في إطار ما يسمى بسياسة التقويم الهيكلي، والتي تفرضها طبعا يعني يفرضها طبعا صندوق النقد الدولي، وصولا إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين 1999، والذي استند للخطاب الملكي لافتتاح الدورة الخريفية ل 8 أكتوبر 1999. وهذه الوثيقة التي وصفت بالواعدة، لماذا؟ نعم راه الديابو هو هذا واش كيبان لكم كرونولوجيا الاصلاح هنايا في الديابو؟ استسمح. دابا مزيان. استرسل السبراين. إذن كما قلت، وصولا للميثاق الوطني للتربية والتكوين، والذي يعني وصف بأنها وثيقة واعدة، لماذا؟ لأن أول وثيقة أول إصلاح يتم عليه الإجماع الوطني سواء من الأحزاب السياسية أو مختلف يعني المجتمع، والتي هذه الوثيقة التي أعدت من طرف اللجنة الملكية برئاسة المرحوم يعني بلفقيه. إذن هذه الوثيقة يعني أتت بمجموعة من المتغيرات، يعني كانت تتكون من 8 أبواب و 19 دعامة. من حيث الجانب البيداغوجي يعني انتقلت بنا من بيداغوجيا الأهداف إلى بيداغوجيا الكفايات. من حيث الأسلاك هناك يعني تغيير كبير من حيث الأسلاك. من حيث الهندسة اللغوية، إذ أن هذا التناوب اللغوي الذي نتكلم عنه الآن كان في هذه الوثيقة الواعدة. ولتنزيل هذه الوثيقة تم إصدار الكتاب الأبيض سنة 2002. هذه الوثيقة التي تسمى بالوثيقة الإطار بمثابة يعني تنزيل
للميثاق الوطني للتربية والتكوين. وفي سنة 2003 وتنفيذا لخطاب أجدير حول إدماج اللغة الأمازيغية، يعني بدأت تدريس اللغة الأمازيغية في المستويات الأولى. ونظرا لما نص عليه الميثاق بوضع يعني محطات تقييمية، في سنة 2005 تم تعيين المجلس الأعلى للتعليم برئاسة مزيان بالفقيه كما قلت سابقا، ومن أجل تقييم المرحلة قامت الهيئة الوطنية للتقييم أي البنية بتقييم مرحلة 2008. من خلال هذا التقييم يعني تم رصد مجموعة من المكتسبات، خصوصا الجانب الكمي منها والجانب يعني ومجموعة من الاختلالات خصوصا في الجانب الكيفي. ولتدارك هذه الاختلالات ويعني دعم هذه المكتسبات تم إصدار شالي 2009-2012. هذا المخطط يتكون بمجموعة من المشاريع، أتى أيضا بمجموعة من المستجدات في خصوصا في الجانب العرض المدرسي، إضافة في الجانب البيداغوجي حيث تم اعتماد بيداغوجيا الإدماج والتي تتوافق بطبيعة الحال وحسب رأيي مع المقاربة بالكفايات. هناك مستجدات فيما يخص برنامج جيني، هناك أيضا يعني مستجدات من حيث التدبير، والمخطط الاستعجالي بصم بما يسمى بالتدبير بالمشاريع والتدبير بالنتائج والتدبير بالأهداف. ولكن دائما السؤال المطروح، لماذا هذه الوثائق والإصلاحات الواعدة ولكن لماذا لم تنجح هذه الإصلاحات؟ يعني السؤال العريض الذي يطرح بعد أي تقييم كيفما كان. إذن في سنة 2013 ولتقييم يعني تطبيق الميثاق أو تنزيل الميثاق 2013 يعني قامت دائما الهيئة الوطنية للتقييم والتي يعني هي الوجه التقييمي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين بتقييم آخر، وخلصت بتقرير تركيبي تقييمي للميثاق. إذن خلصت أيضا يعني هناك مكتسبات من حيث الكم ولكن هناك اختلالات من حيث الكيف. نذكر منها يعني ضعف المردودية الداخلية والمردودية الخارجية. المردودية الداخلية من حيث يعني التعلمات، والمردودية الخارجية حيث ملائمة يعني مواصفات المتعلمين لمتطلبات يعني سوق الشغل أو الوسط الاجتماعي. أيضا ضعف التماسك بين مختلف مكونات المنهاج الدراسي أو الأسلاك، ارتباط الإصلاح بالزمن السياسي كما قال الأخ أحمد بأن هناك ارتباط وارتباط الإصلاح بالزمن السياسي وبالتالي يجعله في يعني مزاج ويعني تعاقب الحكومات، عدم انخراط الجميع لتكون الوزارة هي التي تحمل عبء هذا الإصلاح، مما يعني يجعل هذه الهيئة تقترح مجموعة من المقترحات ومن بينها هو إصدار قوانين يعني ملزمة لازمة وملزمة للجميع، إضافة أيضا لاستناد لتقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي أيضا قام بتوصية ب يعني استمرارية الإصلاحات. هذا كله إضافة إلى المشاورات التي أقيمت على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي والمستوى الجهوي والوطني من خلال، وهذا ربما عشتموه مرحلة 2014 حيث أقيمت يعني تقارير تركيبية على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الجهوي والمستوى الوطني، إضافة إلى الخطب الملكية والتي كانت يعني في ثورة الملك والشعب ل 2012 وأيضا ثورة الملك والشعب ل 2013، وصرح يعني خصوصا عندما قام الوزير السابق الوفد إلغاء بيداغوجيا الإدماج، حيث
يعني جلالة الملك في هذا الخطاب يعني لمح لهذه الأشياء يعني استمرارية الإصلاحات بالرغم من تعاقب الحكومة، إضافة إلى خطاب الدورة الخريفية 2014 وخطاب العرش 2015. استند أيضا للتقويمات الدولية الوطنية والدولية سواء البيزا أو بيرلز أو التيمز. هذا كله وبتوجيه من صاحب الجلالة يعني يعطينا رؤية الاستراتيجية التي أعدت من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والذي له بطبيعة الحال يعني طابع استشاري، ولإعطاء طابع القانوني لهذه الرؤية الاستراتيجية وهذه يعني هذا الطابع كتوجيه أيضا من الرؤية الاستراتيجية والتي تنص في الرافعة 22 ب يعني إصدار قانون يعني تعاقد وطني يلزم الجميع. إذن هذا يعني مجموعة من الإرهاصات التي أتت بما يسمى بقانون الإطار. إذن بالنسبة لي سنحاول أن على المراحل التي مر عليها هذا القانون كي يعني يصبح في حيز تنفيذ. إذن في 10 أكتوبر 2014 يعني تكليف جلالة الملك المجلس الأعلى للتربية والتكوين برئاسة السيد عزيمان بوضع خريطة طريق كفيلة بإصلاح المدرسة المغربية والرفع من مردوديتها. إعطاء 2015 إعداد الرؤية الاستراتيجية من طرف المجلس الأعلى تحت شعار من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. 20 ماي 2015 تم تقديم يعني هذه الرؤية لصاحب الجلالة والذي وجه من جهته رئيس الحكومة لصياغة إطار يلزم يحدد رؤية الإصلاح على المدى البعيد. إذن 21 يناير 2016 إحداث لجنة تقنية مؤقتة تحت إشراف السيد رئيس الحكومة لإعداد المشروع القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية. 4 يناير 2018 مصادقة مجلس الحكومة. لاحظوا معي هناك يعني مدد كبيرة مما يعني يوحي بالنقاش الحاد الذي أثير في مجموعة من النقاط. إذن 20 أغسطس 2018 مصادقة المجلس الوزاري برئاسة يعني صاحب الجلالة بطبيعة الحال. 5 من شتنبر 2018 إحالة سيد رئيس الحكومة هذا المشروع القانون. يعني بالنسبة لهذه النقطة كان يعني مجموعة من خصوصا الأساتذة المتدربين يسألون دائما هل عدد بنودها أو موادها 59 أم 60، لأن الأغلبية ينظر لمشروع قانون الإطار، لأن في البداية كانت 60 مادة ولكن بعد نقاش مستفيض ويعني النقاش الذي يعني تعرفونه جميعا يعني تم تقليص عدد موادها ل 59 مادة. 5 من شتنبر 2018 كما قلت إحالتها على مجلس النواب. 22 يوليو 2019 لاحظوا معي هنا سنة كاملة أي تتم المصادقة والنقاش الذي دار خصوصا في الجانب التناوب اللغوي تدريس مجموعة من المجزئات بلغات أخرى إضافة لمجانية التعليم والتي يعني في مشروع القانون الإطار ينص بإلزامية يعني الأسر بدفع أقساط أو رسوم للدراسة، وهذا ما تم حذفه في المشروع النهائي. 9 من غشت 2019 نشر القانون الإطار في الجريدة الرسمية والذي أصبح بمثابة قانون يعني وجب تنزيله على أرض الواقع. كما انطلاقا من هذا الاسم قانون الإطار، إذن فهو يؤطر هذه المنظومة قانونيا، ولكن لا يكفي بالنسبة لهذا القانون فقد نص على يعني إصدار مجموعة من القوانين والمراسيم التي يعني ستنزل هذا القانون، إضافة إلى إحداث مجموعة من الهيئات ستسهر على سأعطي مثال هنا اللجنة الدائمة
للمناهج والبرامج، والتي في الحقيقة نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ولكن لم ترى النور ربما، ولهذا يتم الاعتماد على التنقيح وليس التجديد وإحداث مناهج جديدة. إذن الآن سنمر إلى بنية قانون الإطار. إذن بالنسبة للبنية فهي تتكون من ديباجة، والتي يمكن أن نسميها يعني كأسباب النزول، ثم تتكون من 10 أبواب. الباب الأول يخص أحكام عامة ويضم مادتين، الباب الثاني مبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها والتي تستمدها بطبيعة الحال من الرؤية الاستراتيجية، الباب الثالث مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ويضم 12 مادة، الباب الرابع الولوج لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآلية الاستفادة من خدماتها، يعني 8 مواد. الباب الخامس المناهج والبرامج والتكوينات، وهنا يكمن النموذج البيداغوجي يعني المأمول. الباب السابع مبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. الباب الثامن مجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهذا الباب الذي يعني أثار نقاشا كبيرا. الباب التاسع تقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والإجراءات المواكبة لضمان الجودة. إذن أي إصلاح كيفما كان يجب أن توضع له محطات تقييمية، وهذا ما نص عليه الميثاق، يعني كل 5 سنوات يجب أن يعني أن تقام محطة تقييمية ومراجعة المناهج أيضا. بالنسبة للرؤية الاستراتيجية كما تعلمون فهي قسمت إلى يعني مخططات خماسية، يعني كل 3 سنوات 2015 2018 2021، يعني كل مرة 3 سنوات إلى أن نصل إلى 2030. إذن تذكرت هنا من بين أيضا الأسباب التي جعلت يوضع قانون الإطار ما يسمى بإعلان أشيون الذي أقيم بالصين، يعني فهو يعني مؤتمر عالمي ينص أيضا يعني في بنوده إلى ملامح التعليم في الدول في أفق 2030. الباب العاشر أحكام انتقالية. إذن بالنسبة للديباجة، على ماذا يستند قانون الإطار؟ إذن بالنسبة لقانون الإطار فهو يستند يعني على دستور المملكة، يعني دستور 2011 في مواده الكثيرة. سأعطي مثال هنا بالنسبة لهندسة اللغات، فيستند إلى الفصل الخامس الذي يعتبر اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد، واللغة الأمازيغية لغة رسمية. حتى من حيث الديباجة فاللغة الرسمية معرف، ولغة رسمية يعني غير معرف، هذا نوع يعني فيه سؤال. الخطب الملكية التي ذكرتها سابقا، يعني الخطب لثورة الملك والشعب لافتتاح الدورة الخريفية، ول يعني الخطاب العرش. الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والذي يعني لا زال يعني هناك من يطرح سؤال هل الميثاق يعني زال ولم يعد صالحا، يعني روح الميثاق باقي لأنه كوثيقة فهو يمثل وثيقة مهمة جدا. الرؤية الاستراتيجية 2030-2015. إذن بالنسبة لأهداف التي يعني يصبو إليها القانون الإطار يعني لتحقيقها، إذن تحويل اختيارات الرؤية الاستراتيجية إلى قوانين الإطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع ويلتزم الجميع بمقتضياته. إذن ماذا نعني هنا؟ بما أن هناك ليس هناك استمرارية، إذن هنا فهذا القانون يلزم يعني الحكومة أي السلطة التنفيذية على الاستمرارية مهما كانت الحكومة أو الجهة السياسية التي يعني تسير البلاد. إضافة إلى يجب أن ينخرط الجميع كي لا تحمل يعني الوزارة كاهلة وعبء هذا الإصلاح لوحدها،
فيعني ربما هناك 18 قطاعا يجب ان ينخرط في هذا يعني الاصلاح الكبير. ايضا يعني مختلف شرائح المجتمع، الجمعيات، المجتمع المدني والاسر ايضا. اذا وطنيا يلزم الجميع ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته. ابراز اهميه ومكانه منظومه التربيه والتكوين في تحقيق المشروع المجتمعي وتحقيق اهداف التنميه البشريه المستدامه. ارساء مدرسه جديده ذات جوده مفتوحه امام الجميع. وهنا سيحيلنا هذا الى يعني حافظه المشاريع او الرؤيه الاستراتيجيه، لان يعني المدرسه للجميع ايضا توفر الارتقاء بجودة الخدمات، خدمات المنظومه التربيه والتكوين ربما شيء من هذا القبيل في المجال الثاني في حافظه المشاريع. اذا تحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص، كما تشاهدون هنا هذه الاهداف او ما يتوخاه الميثاق نجده في الرؤيه الاستراتيجيه تحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص، فهو مجال من مجالات الرؤيه الاستراتيجيه، سواء تعلق الامر مثلا اعطاء الاولويه للمناطق ذات الخصائص، ادماج مثلا ذوي الحاجات الخاصه الى غير ذلك، مما يجعل يعني المدرسه او منظومه التربيه والتكوين تحقق الانصاف وتكافؤ الفرص. إذن بالنسبة لي الباب الأول أحكام عامة، إذن فهو يتكون من مادتين. بالنسبة لي المادة الأولى يحدد القانون الإطار المبادئ التي ترتكز عليها المنظومة والأهداف الأساسية لسياسة الدولة واختياراتها الاستراتيجية من أجل المنظومة وكذا آلية تحقيق الأهداف. إذن من بين إضافة إلى ذلك تحديد مجموعة من المصطلحات كي يعني لا يتم الاختلاف وفهمها وتأويلها. إذا من بين هذه المصطلحات هناك المتعلم. إذا بالنسبة لقانون الإطار ماذا يعني أو ماذا يقصد قانون الإطار بالمتعلم؟ يعني هنا كل من يلج المدرسة ربما. إذا سأعطيكم هذا التعريف بشكل يعني كما جاء في قانون الإطار حتى لا نؤوله أيضا نحن أيضا. إذن هنا يا إذا المتعلم كل مستفيد من الخدمات التعليمية أو التكوينية أو هما معا والتي تقدمها مؤسسات التربية والتكوين بمختلف أصنافها وبأي شكل من الأشكال، سواء بصفته تلميذا أو طالبا أو متدربا أو بصفة أخرى. إذن عندما نتحدث عن المتعلم فالطفل الذي نجده في الأول فهو متعلم، في تعليم الأساس فهو متعلم، في الثانوي الإعدادي، في يعني الثانوي التأهيلي، في الجامعة وفي المؤسسات التكوين المهني، فيعني كلهم لهم صفة متعلم. بالنسبة للتناوب اللغوي، إذا مقاربة بيداغوجيا وخيار تربوي يستثمر في التعليم والمزدوج أو المتعدد اللغات، يهدف تنويع لغة التدريس وذلك بتعليم بعض المضامين والمجزوءات في بعض المواد اللغات الأجنبية قصد تحسين التحصيل الدراسي فيها. وهذا ليس بجديد، فالميثاق الوطني للتربية والتكوين أيضا نص على يعني اعتماد لغات أخرى للتدريس في المواد الثقافية والتكنولوجية في الدعامة السابعة. إذا بالنسبة للسلوك المدني، يعني التشبث بالثوابت الدستورية للأمة والتي بطبيعة الحال يعني الكل يعرفها، في احترام تام لرموزها وقيمها الحضارية المنفتحة، والتمسك بالهوية بشتى روافدها، والاعتزاز بالانتماء للأمة وإدراك الواجبات والحقوق، والتحلي بفضيلة الاجتهاد المثمر
وروح المبادرة والوعي بالالتزامات الوطنية وبالمسؤوليات تجاه الذات والأسرة والمجتمع والتشبع بقيم التسامح والتضامن والتعايش. إذن هذا بالنسبة لي السلوك المدني. إلا بغيتو نمروا على هادو هكاك وبغيتو نعطيكم التعريف ديالهم أرجع الكلام وسير أستر سلاس إبراهيم باش نربحوا الوقت في الأخر إلا سميتو نتفصلوا في هذا يعني إذن بالنسبة لي والمفاهيم. شكرا أستاذي. إذن بالنسبة للمصطلحات التي نص عليها القانون الإطار فهي يعني كما ذكرت سابقا. بالنسبة لي الباب الثاني مبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها من مبادئ المنظومة التربية والتكوين حسب القانون الإطار ترسيخ الثوابت الدستورية المنصوص عليها في دستور المملكة، وهذا نجده سواء في الميثاق أو يعني أي وثيقة كيفما كانت، لأننا يعني أي إصلاح فهو يروم إلى تكوين مواطن صالح. جعل المتعلم متشبتا بروح الانتماء للوطن معتزا برموزه ومتشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة. اكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة، يعني المتعلم مواصفات، يعني هذه المنظومة يجب أن توفر لنا يعني متعلم ذو مواصفات معينة. إذن تعميم التعليم وفرض إلزاميته لجميع الأطفال في سن التمدرس. إذن هذا يأتي في إطار يعني مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص للرؤية الاستراتيجية، والذي ينص بشكل صريح بتعميم التمدرس، يعني وهذا ربما تحقق فيه الشيء الكثير فيما يخص الإصلاحات السابقة، وفرض إلزاميته لجميع الأطفال في سن التمدرس. تنمية القدرات الذاتية للمتعلمين وصقل الحس لديهم ويعني صقل الذكاء وتطوير الذكاء لديهم، احترام حرية الإبداع والفكر، تنمية قدرات المتعلم على التواصل وانفتاحه على مختلف الثقافات وتحقيق النجاح الدراسي المطلوب. إذن فهي أهداف تتكرر في مختلف الوثائق. إذن بالنسبة للباب الثالث مكونات منظومة التربية والبحث العلمي. إذن ما هي مكونات هذه المنظومة؟ إذن كما ترون فهي المنظومة تتكون من قطاعين. لدينا القطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي، والذي ينقسم بدوره إلى مجموعة من يعني القطاعات. لدينا التعليم المدرسي، التكوين المهني، التعليم العاتق، التعليم العالي. والتعليم المدرسي فهو يعني يتكون من التعليم الأولي، يعني الذي سيصبح إلزاميا أيضا في غضون ثلاث سنوات. التعليم الابتدائي، التعليم الإعدادي، التعليم الثانوي التأهيلي. ثم لدينا قطاع التربية والتعليم والتكوين غير النظامي، ويضم برامج التربية الغير النظامية ومحاربة الأمية، ثم برامج مخصصة لتربية وتعليم أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ثم لدينا قطاع البحث العلمي والذي نتمنى أن يهتم به كثيرا. إذن بالنسبة كخلاصة هنا كخلاصة لمكونات المنظومة، فهي تتكون من قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي، والذي يتكون من التعليم المدرسي بما فيه الأصيل، والتكوين المهني، والتعليم العاتق، والتعليم العالي. قطاع التربية والتعليم والتكوين غير النظامي يتكون من برامج التربية الغير النظامية ومحاربة الأمية، والبرامج المخصصة لتربية وتعليم أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج. إرساء التعليم العناية، والجديد هو أن هذا القانون الإطار ينص على إرساء التعليم الأولي وفتحه في لجميع الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات والشروع في دمجها تدريجيا. إذن بالنسبة للميثاق أيضا أتى بالنسبة للتعليم الأولي، ولكن يعني في حلة ما يعني لم ينص بإلزاميته، الآن سيكون يعني إلزاميا ولكن بشكل تدريجي في أفق 3 سنوات. ربما ربط التعليم الابتدائي بالتعليم الإعدادي في إطار سلك التعليم الإلزامي،
إذن بالنسبة للتعليم الإلزامي فهو يبتدئ من السنة الرابعة إلى السنة السادسة عشرة أي ثالثة إعدادي، بين التعليم المدرسي والتكوين المهني ودمجها في تنظيم بيداغوجي منسجم، وهذا ربما يحيلنا إلى الانفتاح على المهن أو المشروع الشخصي الذي يعني سيبتدئ يعني تنزيله ابتداء من السنة المقبلة انطلاقا من السنة الخامسة ابتدائي. إذن بالنسبة لهذا ما يعني ما أتطرق إليه فهو بشكل مختصر. الباب الرابع الولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدماته. إذن بالنسبة للمادة التاسعة عشرة إلى المدرسي لجميع الأطفال البالغين من العمر الرابع 4 سنوات إلى 16 سنة، إذن ما هي التدابير التي ستتخذها الدولة في هذا الجانب؟ ولا أقول الدولة، الجميع، لأن قانون الإطار فهو يخاطب يعني أن ينخرط الجميع سواء الدولة أو المجتمع المدني أو المؤسسات المواطنة أيضا كالشركات إلى غير ذلك. تعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي إلى نهاية التعليم الإلزامي. بالنسبة للدعم دعم التربوي شبكة الدعم التربوي فهو يعني يضمن تلك الاستمرارية والدعم الاستدراكي. تحويل التمدرس بالوسط القروي والوسط شبه الحضري والمناطق ذات الحضارة تمييزا إيجابيا وتعميم تمدرس الفتاة في البوادي، وهذا ما يصطلح عليه بالإنصاف لأنه يعني يتم اللجوء إلى المناطق التي كانت من الخصاص لتدارك ذلك، وهذا ما تنص عليه الرؤية الاستراتيجية ونجده في حافظة المشاريع في المجال الأول. تعزيز وتعميم برنامج الدعم المادي والاجتماعي والنفسي المشروط للأسر المعوزة قصد تمكين أبنائها من متابعة تمدرسهم، وهنا يتعلق الأمر بالدعم المشروط سواء تعلق بالأمر بالتيسير أو يعني الاستفادة من الداخليات أو مليون محفظة. تعزيز إذن توسيع نطاق تجربة المدارس الجماعاتية ولا سيما بالوسط القروي والرفع من أدائها بالشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما ترون هنا هناك يعني إشراك الجميع وجعل الجميع ينخرط في هذا الورش الكبير. التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة. إذن كما ترون فهناك مذكرات يعني تنص على هذا الأمر خصوصا التي يعني صدرت هذه السنة في إطار تنزيل هذا يعني قانون الإطار. يمكن أن نذكر منها المذكرة 134 على 19 التي يعني توصي ب يعني تكييف المراقبة المستمرة لهذه الفئة، إضافة أيضا إلى المذكرة 530 على 19 والتي تدخل في إطار لا مركزية ولا تمركز والتي تنص على إحداث مصالح خاصة لهذه الفئة في على مستوى الأكاديمي. ميثاق المتعلم، تضع السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم والتكوين ميثاق المتعلم يحدد حقوق المتعلم وواجباته بوضع رهن إشارة كل متعلم أو يعني بوضع رهن إشارة كل متعلم وإشارة جميع الفاعلين في المنظومة في إطار ما هو تعاقدي على الجميع أن يعرف يعني حقوقه وواجباته. إذن هنا بالنسبة للمناهج والبرامج والتكوينات، وهذا يدخل كما قلت سابقا أو مرتبط بالعرض الذي قدمته يعني آخر عرض قدمته أي ملامح النموذج البيداغوجي والذي أتى في المشروع رقم 7 في حافظة المشاريع. وعندما نتحدث هنا عن المناهج والبرامج، إذن تجديد وملائمة المناهج والبرامج والتكوينات والمقاربات البيداغوجية، وتتولى لجنة دائمة يعني تحدث لدى الحكومة هذه يعني المهمة. إذن تجديد وملائمة المناهج والبرامج، وهذا بطبيعة الحال يحتمه
يعني التطور الذي يعرفه المجتمع، وأيضا التكوينات والمقاربات البيداغوجية. إذا بالنسبة للجانب المقاربات البيداغوجية، فهناك ما يسمى بتنويع المقاربات البيداغوجية. لماذا؟ لأن هذا التنويع يعني سيكون ملائما مع يعني خصوصية كل متعلم، وسيكون أيضا ملائما لخصوصيات كل مادة. إذ نجد مادة ما يمكن أن تحتاج لمقاربة أو يعني أو بيداغوجية ما، نجد مثلا مادة أخرى يعني تحتاج إلى مقاربة أخرى. مثلا عندما نأخذ الرياضيات فهي تتلائم مع الوضعية المشكلة أو حل المشكلات. قد نجد مثلا النشاط العلمي يتوافق مع النهج الطقسي، وقد نجد مثلا مواد أخرى مثلا كالتربية الإسلامية، خصوصا القرآن الكريم التي تعتمد على الحفظ. ويعني هذا التنويع فهو أيضا تتلائم مع خصوصيات كل مادة. السهر على تنفيذ مضامين، يمكن أيضا أن أضيف في بالنسبة للمادة 22 الانفتاح أيضا على الخبرات ويعني التجارب الناجحة. ويمكن أن نلمس هذا من انطلاقا من القراءة المقطعية مثلا، التي ربما يعني تم استلهام التجربة المصرية. السهر على تنفيذ مضامين الهندسة اللغوية. إذا بالنسبة للهندسة اللغوية التي اعتمدها الميثاق سابقا، فاعتبار اللغة العربية كلغة اللغة المدرسة ولغة التدريس، الانفتاح على اللغة الأمازيغية يعني بشكل في الجانب التواصلي أو الاستئناس، اعتماد اللغة الإنجليزية انطلاقا من المستوى الخامس، وهذا ما لم يتم. وأيضا اعتماد اللغة الفرنسية أيضا لتدريس بعض المجزئات أو المكونات الثقافية أو التكنولوجيا، وهذا ما لم يتم. وهذه أيضا من دواعي هذا يعني إصدار هذا القانون، إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة الهادف إلى ترسيخ الهوية الوطنية. عندما نتحدث عن الدور الوظيفي للغة، يعني ليس الهدف يعني تعلم اللغة يعني بشكل يعني غير وظيفي، بل يجب على اللغة أن تؤدي وظيفتها، لأنها هي حاملة للفكر وللثقافة. أيضا عندما نتمكن من لغة أخرى، من لغة ما، سنتمكن من معارف بعض المواد كالرياضيات مثلا أو العلوم الطبيعية أو المواد الأخرى. يمكن المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية، ولا سيما التخصصات العلمية والتقنية. إذا بالنسبة للغة العربية فهي لغة التدريس واللغة المدرسة. بالنسبة لي يعني يبتدئ المتعلم من تعلمها من المستوى يعني الأولي والتعليم الأولي. بالنسبة للغة الأمازيغية فهي أصبحت إلزامية في المدرسة الابتدائية، يعني على أساس أن يتم يعني اعتمادها في المستويات الإعدادية مستقبلا بشكل متدرج. ولكن يعني سأعود أيضا لماذا هذا القانون الإطار. إذا أخذنا اللغة الأمازيغية، فيعني سنة 2003 يعني كان الطموح أيضا تدريسها على المستوى الإعدادي، فيتم أيضا يتم تكوين الأساتذة في هذا الجانب، مما يعني تصبح غير ملزمة للجميع. ثم تدريس بعض التخصصات بلغات أخرى كاللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، وهذا يعني ما نسميه بالتناوب اللغوي. إذا بالنسبة للمستوى الثانوي، على المتعلم أن يتمكن من اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية ولغة ثالثة، ويفضل أن تكون الإسبانية. اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة، إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على البكالوريا هنا متمكنا. هنا إرساء تعدد لغوية بكيفية تدريجية متوازنة تهدف إلى جعل المتعلم يعني جعله يعني هذا الشيء كيدخل في المسالك الدولية. اعتماد مبدأ التناوب اللغوي في التدريس، هذا تطرقنا له. العمل على
تهيئة المتعلم من أجل تمكينهم من تمكن اللغة الأجنبية بالوظيفية المطلوبة، أي 3 لغات أجنبية في نهاية السلك الثانوي التأهيلي. تطوير موارد ووسائط التدريس والتعلم والبحث من خلال إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في النهوض بجودة التعلمات. إذن بالنسبة لهذه النقطة سنحاول يعني أن نفصل فيها فيما يخص المادة 33، لأنها هي تصادف التعلم يعني التعليم عن بعد. إذن ما هي المأمول أو ما يتسعى إليه الإصلاحات في هذا الإطار؟ إذن سأعتمد هنا على المادة 33. إذن تقوم السلطات الحكومية المعنية خلال أجل لا يتعدى، إذن هنا يا تسمح مادة 33، نعم المادة 33، يتعين على جميع المتدخلين المعنيين بتنفيذ المشاريع والبرامج الرامية إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والتطوير الإسهام كل في مجال اختصاصه في تحقيق الأهداف الأساسية المنصوص عليها في المادة 3 من القانون الإطار، والعمل على تفعيلها خلال المدى الزمني. بغيت نعطيكم داك الشيء ديال هذا ديال التعلم عن بعد وكذا. المادة 30 عفوا. إذا هنايا بالنسبة للمأمول هو تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها. إذا هنا إدماج هذه التكنولوجيا، والذي كان في يعني في الحقيقة منذ زمن المخطط الاستعجالي، ولكن لم يتم ذلك بشكل مؤسس. إحداث مختبرات للابتكار وإنتاج الموارد الرقمية وتكوين متخصصين في هذا المجال. تنمية وتطوير التعلم عن بعد باعتباره مكملا للتعلم الحضوري. إذا نسطر على مكملا للتعلم الحضوري، وسأفتح قوس في هذا يعني المجال. نسأل هل نجح التعليم عن بعد أم لم ينجح؟ يعني كيف لنا أن نحمل لما هو مكمل يعني التعليم بكامله؟ تنويع أساليب التكوين والدعم والموازنة للتربية المدرسية لها. إذن تنويع أساليب التكوين والدعم الموازية للتربية المدرسية، يعني أساليب التكوين قد تكون عن بعد، قد يتم مؤسسته. وهذا ما يعني ما يشير إليه الوزير عندما قام ب يعني ألقى كلمته أثناء يعني في البرلمان. إدماج التعليم الإلكتروني على المدى البعيد. إذن بالنسبة للتعليم الإلكتروني ربما سيتم على يعني اعتماد كتب رقمية. إذن مراجعة نظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، إصلاح نظام التقييم والامتحانات والإشهاد، وهذا ما ينص يعني تنص عليه الرؤية الاستراتيجية وحافظة المشاريع في يعني المشروع رقم 8، والذي يسعى إلى تطوير منظومة التقييم. سأعود لتلك الهندسة اللغوية. فالمأمول حسب قانون الإطار هو وضع إطار مرجعي للغات. عندما نقول إطار مرجعي للغات، يعني في أي مستوى ما يمكن. إذن المسير قال لي شي حاجات وخرج. بالنسبة لي سيتم اعتماد إطار مرجعي للغات، يعني على شاكلة ما تم اعتماده على المستوى الاتحاد الأوروبي، كون نابيل لو كادر أوروبيان كوماند دي لونغ. غادي يحاولوا يشوفوا كل مستوى معين يديروا له المواصفات ديالو. لاشنا مثلا المستوى الأوروبي كنلقاو مثلا A1 A2 DALF DELF etc.
إذن هذا ما يخص يعني بشكل مختصر المناهج والبرامج والتكوينات. الباب السادس الموارد البشرية، ينص هذا القانون الإطار في الباب الخاص بالموارد البشرية على التزام كل المتدخلين بتحقيق أهداف المنظومة على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، والذي يحددها ميثاق التعاقد لأخلاقيات منظومة التربية والتكوين المادة 36. هذا يعني واضح بأن هناك تعاقد، يعني ربط الحق بالواجب، يعني ربط المسؤولية بالمحاسبة. إعداد دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات تعتمد إسناد المسؤولية التربوية والعلمية والإدارية وتقييم الأداء والترقي المهني. يعني كادر دو ريفيرونس دومبلوا، يعني سيتم اعتماده لإسناد المسؤوليات. يعني لن تسند المسؤوليات بشكل عشوائي، لن تسند كما في السابق يعني بالإسناد، رغم أنه يعني لا زال في بعض يعني المهمات كالمهام الإدارية في المستوى الإعدادي والمستوى الثانوي. تأهيل وتنمية قدرات الأطر العاملة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها، والرفع من أدائهم وكفاءاتهم المهنية من خلال ملائمة أنظمة التكوين مع المستجدات التربوية والبيداغوجية والعلمية والتكنولوجية. يعني هنا التكوين يجب أن يساير المتغيرات الإصلاحية والمتغيرات المجتمعية أيضا. جعل التكوين المستمر، هنا أقصد التكوين الأساس، جعل التكوين الأساس والتكوين المستمر إلزاميا. يعني هذا القانون يريد أن يقطع مع يعني التوظيف المباشر ربما، أو يعني الولوج إلى الوظيفة دون تكوين. لما لهذا التكوين الأساس من أهمية كبيرة، إضافة أيضا إلى يمكن أن يتم اعتماد يعني إطار مرجعي لمراكز مهن التربية والتكوين. يعني بالنسبة للبروفيل ديال الموظفين سيتغير، وربما هذا ما يعني يصبون إليه من خلال اعتماد مجموعة من المجزوءات الخاصة بالتربية والتكوين في الجامعات. الباب مبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. إذا هنا يعني نتحدث عن المجال الثالث للتعبئة والحكامة دائما لحافظة المشاريع أو للرؤية الاستراتيجية. مواصلة تفعيل سياسة لا مركزية ولا تمركز في تدبير المنظومة على المستوى الترابي، أي يتم اعتماد مجموعة من المؤسسات، وهذا ما تم اعتماده من خلال اعتماد الأكاديمية سنة 2002، أي المديريات على المستوى الإقليمي والمؤسسة التعليمية على المستوى المحلي، وإعمال مبدأ فريع من أجل تمكين البنيات الجهوية والإقليمية والمحلية لممارسة المهام والاختصاصات الموكلة لها، اعتمادا على مبادئ المسؤولية والتفويض والشفافية والمحاسبة والترشيد والتنسيق وتبسيط المساطر والمراقبة الداخلية. إذن سأعود لهذه اللامركزية ولا تمركز. اللامركزية الترابية فهي ربما يعني فهي تنسجم مع الجهوية الموسعة. لا تمركز يعني إسناد مجموعة من السلطات لمثل مدير الأكاديمية، لمدير الإقليمي أو مدير المؤسسة، إضافة إلى اتخاذ القرار لن يكون يعني متمركزا يعني في شخص واحد. هنا القرار سيكون متمركزا بالنسبة للمجاليس ويعني الإطارات، يتم الانتقال لمركز شخصي إلى المراكز، وهنا تتعلق مثلا المجلس الإداري على مستوى الجهة، والمجلس مثلا مجلس التدبير على المستوى المؤسسة. بالنسبة للتفويض فقد يعني تم تفويض مجموعة من الاختصاصات مثلا للمدير الإقليمي، تم تفويض مجموعة من الاختصاصات للمدير مثلا المؤسسة، كمثلا مسألة الرخص حاليا، مسألة مثلا لمتابعة غيابة الأساتذة بإمكانه مثلا أن يقدم له مثلا استفسار أو إلى حد الإعفاء، ولكن هناك إشكال في المستوى المادي. فالمدير الأكاديمي حاليا يسمى بالآمر بالصرف،
أما بالنسبة للمدير الإقليمي ليس آمرا بالصرف، والمدير المؤسسة أيضا ليس آمرا بالصرف، مما يجب يعني هل السؤال المطروح هل سيتدارك القانون الإطار هذا؟ الإشكال أيضا من حيث المصادقة على مجموعة من مثلا إذا أخذنا مشروع المؤسسة، إذا أخذنا مثلا النظام الأساسي للمؤسسة دائما، فيعني المؤسسة ستنتظر مصادقة المدير الإقليمي، وهذا يعني يتنافى مع هذا الشعار الذي رفع يعني منذ زمان حول لا مركزية ولا تمركز. وضع نظام وطني متكامل للمعلومات من أجل إدماج تكنولوجيا الاتصال في تدبير وتقييم منظومة يعني المنظومة، وهنا يمكن أن نذكر هنا منظومة مسار مثلا أو منظومة مسير. تعزيز اللجوء لشركات للنهوض بالبحث العلمي وتطويره والرفع من مردوديته، وهذا دائما يدخل في إطار يعني إلزام الجميع على الانخراط في إنجاحاته الاختيارات الكبرى والإصلاحات في إطار يعني اللجوء إلى الشركات. وضع نظام استراتيجي تعاقدي شامل يحدد مساهمة القطاع الخاص في تطوير المنظومة والرفع من مردوديتها وتمويلها وتحسين جودتها، تنويع العرض التربوي والتكويني. إذن كما تعلمون فجميع الوثائق تنص بأن القطاع الخاص هو امتداد للقطاع العام، وهو شريك استراتيجي. إذن بالنسبة للباب الثامن مجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، هنا يعني أتوقف من خلال النقاش الذي دار وطنيا حول هذه النقطة، والتي في يعني في الأول هناك نقطة يعني إلزام الأسر على تأدية يعني مجموعة من الرسوم، وهذا ما تم تداركه فيما بعد. إذا حيت لك باش بزاف ديال لا كونيكسيون للسادة الأساتذة. بالنسبة لمجانية التعليم ومصادر تمويل المنظومة، فهي تتكون من عدة مواد. لدينا المادة 45، تضمن الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وتعمل على تعبئة وضمان الإمكانيات المتاحة لجعله في متناول كل المواطنين والمواطنات على قدم المساواة، ولا يحرم أحد من تابعه الدراسة لأسباب مادية محضة. إذا الضامن الأساسي يعني للتعليم هي الدولة، وهذا ما يعني تم التنصيص عليه في دستور المملكة في المادة 32. إذا يحدث النظام للحسابات الوطنية في مجال التربية والتعليم يعني والتكوين، تشجيع الحكومة سياسة الشراكة والتعاقد في إنجاز مشاريع البحث العلمي. إذا هذا تسهر الحكومة على مراجعة شاملة للمساطر وإجراءات الإنفاق العمومي على القطاع العلمي. يعني هنا ربما الدولة تسعى إلى يعني رفع من ميزانية هذا البحث العلمي التي لا تتعدى حاليا 1%. يحدث بموجب قانون للمالية صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، يتم اللجوء الى مثلا الى مجموعه من الضرائب تخص، يعني هذا رأي شخصي، او الزام مجموعه من الشركات للمساهمه في هذا الورش الكبير. يعني تواصل الدوله مجهودها في تعبئه الموارد وتوفير وسائل لتمويل منظومه التربيه والتكوين والبحث العلمي وتنويع مصادرها. اذا بالنسبه للماده او الباب هنايا التاسع، هنا كاين الباب التاسع استسمح. إذن بالنسبة للباب التاسع تقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والإجراءات المواكبة لضمان الجودة، كما قلت سابقا فأي إصلاح يحتاج إلى محطات تقييمية يعني التعرف عن مدى يعني سير العادي لهذا الإصلاح، وما هي الاختلالات التي يعني تعترض هذا الإصلاح، وما هي نقاط القوة نقاط الضعف يعني لي بوان دو ديفلوبمون. إذا هذه المحطات أقيمت سابقا،
سواء 2008 سواء 2013، ولكن دائما يعني نقف على الاختلالات، ولكن المحاسبة يعني لا توجد أو الاستمرارية لا توجد، لذلك يعني هذا القانون تم اعتماده. راجعت النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لمهام التقييم التي تقوم بها المؤسسات الحالية، بالإضافة إلى وضع إطار مرجعي للجودة يعتمد كأساس لإعداد دلائل مرجعية للجودة. كما تعلمون فلدينا يعني دليل لمعيار الجودة أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ولكن لا ينسجم مع القانون الإطار، لذلك سيتم اعتماد هذه الدلائل مستقبلا. إذا أنواع التقييم، لدينا تقييم داخلي يعني تنجزه السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي بكيفية دورية ومستمرة. إذا لأن الجهاز التنفيذي للإصلاحات هو الوزارة طبعا، وسأحيلكم هنا تسمعون بالرؤية الاستراتيجية ونسمع أيضا بحافظة المشاريع، لأن الوزارة قامت بإعداد حافظ المشاريع، توطين مجموعة من الرافعات، توطين أيضا التدابير ذات الأولوية لما ينسجم مع تنزيل هذه الرؤية، إلى حد أنه على المستوى المركزي تم تعيين منسق لكل مشروع، تم تعيين أيضا منسق لكل مشروع على المستوى الجهوي وعلى المستوى الإقليمي لضمان يعني أجرأت هذه المشاريع، ولكن للأسف بين قوسين يتم يعني تعيين هؤلاء المنسقين بشكل عشوائي، يعني ليست لهم دراية. مثلا يتم تعيين منسق النموذج البيداغوجي مثلا، تعيينه كموظف لم يسبق له أن يعني أن كان مثلا مفتشا تربويا. إذا تقييم خارجي يقوم به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وفق برنامج سنوية متعددة السنوات. إذا في سابق سبق لي أن تطرقت بأن هناك ما يسمى بمخطط خماسي، محطة تقييمية 3 سنوات، يوجد محطة تقييمية يقوم بها المجلس الأعلى للتكوين، وذلك باعتماد على مجموعة المعايير خصوصا ما يصدر عن وزارة بيرو. نتائج عملية تقييمات من طرف لجان وزارية محدثة لدى السلطات الحكومية. إذا بالنسبة لي جميع هذه الأبواب، جميع هذه الأوراش يعني يجب في يعني مدة ما تعيين مجموعة من اللجان لتتبع هذه الإصلاحات. مثلا بالنسبة للبرامج والتكوينات، على الدولة أن تعين اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج، ويعني لدينا يعني 8 لجان يجب تعيينها في ظرف 3 سنوات من بداية وضع هذا القانون يعني كالتنزيل أو خروجه من على أو من الجريدة الرسمية أو في الجريدة الرسمية. إذا بالنسبة للباب العاشر فهو يضم أحكام انتقالية وختامية. إذا كما قلت إحداث لجنة وطنية لدى رئيس الحكومة تتولى تتبع مواكبة الإصلاح، تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، والذي يعني 9 غشت 2019، مع مراعاة كون النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل سارية المفعول إلى حين نسخها أو تعويضها أو تعديلها، حيث يتعين على الحكومة وضع برمجة زمنية محددة في 3 سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه. لماذا؟ لأن عندما نقول القانون الإطار فهو قانون يؤطر، ولكن يحتاج إلى قوانين تنظيمية، يحتاج إلى مراسيم، ويعني هذه الوثيقة ربما أملنا فيها كبير. لماذا؟ لأنها أول وثيقة قانونية تصدر في إصلاح هذه المنظومة، إن لم نقل مثلا منذ إصدار النظام الأساسي للوظيفة العمومية يعني رقم 8/1958 لم يتم إصدار أي وثيقة قانونية في هذا المجال. لذا أملنا كبير أن يتم يعني تنزيل كل هذه الأوراش، بما أن لها تغطية قانونية
إذا شكرا على اهتمامكم وانتباهكم، وربما العرض سيكون ربما مملا لأن القوانين لها يعني لا تقبل التأويل، ليس هناك يعني مجال للتأويل أو شيء من هذا القبيل. أشكركم جزيل الشكر، والكلمة للأستاذ حماد إن التحق بالمجموعة أو لأحد الإخوة أو إحدى الأخوات. سي أحمد، سي شاكوش، أستاذ المغاري، أستاذة إيمان، أحمد بوسفي، السلام بشرويت، عليكم أستاذ إبراهيم. باش نقول لك الرهاب لا راكت تقطع الصوت ديالك أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام سي إبراهيم. أعتذر عن الانقطاع الخارج عن إرادتنا نظرا لضعف صبيب ديال الانترنت. إذا الشكر مجددا للأستاذ إبراهيم على عرضه القيم، يعني الذي أتى بمجموعة من المعلومات حول المنظومة، خصوصا المشاريع الإصلاحية يعني منذ الستينات إلى يوم، ووقف يعني عند القانون الإطار الذي يعتبر آخر هذه الإصلاحات من أسباب نزوله، وربطه يعني بمجموعة من المراحل خاصة الميثاق الوطني، مرورا بالمخطط الاستعجالي وصولا إلى الرؤية الاستراتيجية التي هي يعني المحطة الأخيرة للإصلاح. وهذه الرؤية تحتاج إلى قانون ينزلها، وهذا القانون هو القانون 51/17 الذي ننتظر يعني تنزيله من خلال اللجنة التي ستؤسس إن شاء الله مستقبلا لإخراج القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود. إذن جاء في مداخلتي الأستاذ يعني مشكوراً أن هذا القانون الإطار يعني يتكون من 10 أبواب و59 مادة، وإذن ففي كل باب وقف يعني عند جل المواد المتضمنة لهذا الباب، انطلاقاً من الأحكام العامة و يعني من خلال ما جاءت به ديباجة هذه الأحكام المادة الأولى والثانية، المصطلحات يعني التربوية المتداولة من أجل توحيدها. كذلك وقف الأستاذ في الباب الثاني على مكونات منظومات التربية والتكوين والبحث العلمي وما جاء به القانون الإطار في إطار هيكلة المنظومة التربوية، وصولا إلى الباب الثالث أو الباب الرابع عفوا، الذي يوضح كيفية الولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.